عندنا لي ديفيرونت كيستيون، مختلف الأسئلة. كومو تو تابيل، هون اللي راح نجاوب مثلا نقول جو مابيل صفوان او جو مابيل غفران واي اسم. زين هون من نجيب نقول كومو تو تابيل نجيب إل سابيل نيكولا، هاي صح؟ مين يجاوب؟ استاذ بس بلا زحمة. اسمعك يا غفران. بس عيد السؤال مالتك. غفران انتبهي معي، هسه من اقول بالانجليزي واتس يور نيم؟ نقول ماي نيم از، الا نقول از هيز نيم از. ماي نيم اكيد. ايه تمام لو لا؟ ايه هون هم نفس العمليه، ماي فمن اقول كومو تو تابيل لازم اقول جو مابيل. زين من نجيب ال سابيل صح؟ هو لا اكيد لا. مايس، برافو. فهون يقول جو مابيل، فنحن نختار الاختيار الصحيح. الو كيل اج تو، معناتها كم عمرك؟ جي مثلا نقول نضيف العمر 25 او تخانطو 30 سنه. فهوني ما يصير اجاوب لا بالهو ولا بالهي، لازم اجاوب بالانا اللي هي جو. اللي عندنا كيلي تا بروفيسيون، كيلي تا بروفيسيون يعني ما هي مهنتك؟ راح اقول جي سوي ايتوديان للمذكر او جي سوي ايتوديانت للمؤنث. اللي كيلي تا ناسيوناليتي، كيلي تا ناسيوناليتي ما هي جنسيتك؟ إما أقول جي سوي إيراكيا أو جي سوي إيراكيين للمؤنث. وأبيتو أين تسكن؟ راح أقول جابيتو إيراك أم موصل، أو جابيتو إيراك أد هوك بس نغير المدينة كبلد يظل. نرجع عندنا النقطة السادسة، كيل سون لي جور دو لا سومين، كيل سون لي جور دو لا سومين ما هي أيام الأسبوع؟ اللي هي عندنا لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندرودي، سامدي، اي ديمونش. لاندي من يوم الاثنين، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندرودي، سامدي، اي ديمونش. نرجع عندنا اشهر السنه، كيل سون لي موا دو لاني، ما هي اشهر السنه؟ راح نبدي من كانون الثاني اللي هو جانفيي، فيفريي، مارس، افريل، ماي، جوا، جويي، اوت، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، اي ديسمبر، كانون الاول. زين انا راح اسال واحد يجاوبني. زين انا راح اسال سؤال ولا على التعيين، الشخص اللي يريد يجاوب بس يذكر اسمه. كومو تو تابيل؟ ثاني جو دكتور مابيل جو مابيل غفران. مرتضى. برافو، مرتضى وفران. كيلاجتو؟ كم العمر؟ مثلا نقول جي فان سانكو وهكذا. يلا منو يجاوب؟ يلا مرتضى. نعم دكتور. ايه دي جاوب زي كيل اجتو، كم العمر؟ جي تريس دو. اشخد يعني 23؟ لا لا 32. 32. جي 32 زون، جي 32 زون. اي نعم 32 زون. برافو 32 زون. كيل ايتا بروفيسيون؟ Je suis étudiant. برافو. للمؤنث منو موجود من المؤنث؟ يلا الباقي نعيمة، غفران. منار للمؤنث نقول جي سوي اتوديانت. زين كيلي تا ناسيوناليتي؟ جي سوي إيراكيان. برافو جي سوي إيراكيا، بس نلفظ جي سوي إيراكيا، وللمؤنث نقول إيراكيان. نعم استاذ. زين وأبيتو، وأبيتو جوابيت جابيت إيراك أم موصل. برافو جابيت أون إيراك أم موصل، برافو. نرجع عندنا النقطة السادسة، كيل سون لي جور دو لا سومين، كيل سون لي جور دو لا سومين. يلا من يجاوب من لاندي؟ لاندي يوم الاثنين، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندرودي، سامدي، اي ديموش. أنا دكتور
يلا مرتضى. لاندي ماردي مركودي جودي فوندردي سامدي اتو ديمانش. برافو مرتضى برافو. زين سامدي او سامدي ايما يوم هذا؟ ايما يوم؟ جمعة دكتور. لا جمعة. لا يوم السبت. سبت نعم. يوم السبت. زين نرجع مركودي ايما يوم؟ أربعاء. برافو أربعاء، لأن عندهم السبت قلنا والأحد اللي هي يوم العطلة عندهم. نرجع على أشهر السنة، كيل سون لي موا دو لاني، ما هي أشهر السنة اللي هي جانفيي فيفريي مارس أفريل ماي جوا جويي أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر اي ديسمبر. دونك كي بو لير، من يستطيع أن يقرأ؟ يلا من جانفيه يوم ال من جانفيه كانون الثاني. دكتور إذا ماكو أحد خلياني أجاوب. يلا مرتضى. جانفيه فبراير مارس أبريل ماي جون ماي جوا ماي جوا جويه أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. برافو برافو برافو. نرجع انتبهوا، دنطي أسع جملة مرتضى حل بزمن المستقبل القريب. دقيقة، المستقبل القريب تذكرون اللي أخذنا عنه اللي هو ننزل أول شيء الفاعل بعد تصريف فعل آلي بعد المصدر وبعد التكملة. يلا حل هاي الجملة مرتضى بزمن الفتور بخوش. نعم جوفيا. برافو. لا أول شيء نزل جو. دقيقة دقيقة جو. ايه وبعدها ايش انزل مرتضى؟ اشرح لي عند زملائك حتى يستفادون. فيا الدكتور يعني ايه هذا ايه مال ايه مفعل؟ هذا مال جو. ايه مع ايه مفعل يعني ايه ما هو الفعل المساعد؟ مرتضى ما زمن المضارع؟ نحن أسا تعدنا الأسئلة والأجوبة مستقبل القريب هي متداخلين بالامتحان. المستقبل القريب قلنا تتذكرونه اللي هو الفاعل وتصريف فعل آلي والمصدر والتكملة. نعم أستاذ. إيه فعل آلي هو... أسا لازم أجيب الفعل المساعد. أجيب الفعل المساعد آلي دكتور يعني قصدك؟ هي زي لازم اما هذا بين قوسين راح يكون مصدر فشلون يكون آلي مع جو؟ اي بس زين الفضل الاحرف شلون راح اكتب الفعل؟ في في اي اي اس. برافو برافو الصيغ جوفي. زين المصدر نعم. وين هو حيقول المصدر والتكمله ايه ما هو المصدر؟ بين الاقواس بين الاقواس يبقى نفسه. برافو ها هذا سهل شو يعني سير جو في فينير دو لوند يعني ساتي من لندن. جو في فينير دو لوند هو هذا هذا المستقبل القريب. زين دنطي جمله الاخ من يعملها؟ دقيقه جي دولا أم. يلا هاي الجملة من يحل بزمن مستقبل قريب؟ keep for نزلوا. يلا لا غيرك غيرك مرتضى. أحمد. يلا أحمد نزلوا نحط الفعل بين قوسين تكمل الجملة. برافو. زين الفعل نزلوا قلت شلون يكون الفعل المساعد؟ مع أنه هو النزالو الأ والال والدبل ال والأو والإن. برافو إيه أكل حت إيه زين برافو نزالو موجي والفعل بين القوسين ونزل الجملة كامل. تعذرني أستاذ أنا عندي مريض ونقصدكم بس. برافو أجر عافية. يعني نزالو موجي دو لا بوم نزالو موجي
دو لا بوم يعني سنأكل التفاحة. برافو، هذا هو المستقبل القريب. زين دقيقة ننطي آخر جملة. إل بقوسين خوندر. أستاذ هو كان موضوع داخل بنص السنة؟ هو هذول الموضوعين يعني، بس المستقبل القريب والأسئلة والأجوبة بس. أوكي كلش سهل إذا هيك أستاذ. زين أريد أعرف أسا هاي أسا هاي جملة شو تنحل بالمستقبل القريب؟ ننزل أول شيء الفاعل إيل وبعده يلا فون. أي إيش هون إيد الفضل هو؟ V O N T. برافو. إيل فون. أي وبعده؟ وبعد ال اسمه المصدر. برافو. شو؟ نعم وتكملة الجملة. يعني سنتناول هذه الوجبة أو سيتناول هم سيتناولون هذه الوجبة. إيل فو بخون. تناولها تقريبا بعد نص ساعة أستاذ. برافو. أي ليش لا، هذا هو عوافي. إيل فو بخون الشغوبة. هذا هو المستقبل القريب. زين الحاضرين كلتكم عندكم سؤال؟ طبعا نحن ستوقفنا المحاضرات يعني هذا هو هاي المراجعة عملناها يعني هوني، لأن وصلنا هاي المواضيع كنا ختمها حتى تكونوا مستعدين للامتحان. وانتبهوا يعني أنا أنتم كيفكم يعني، حاولوا الكل أحد يأجل لأن يعني المواضيع مبيني وواضحة. أستاذ صفان إذا زحمة أسمعك، تنزل فيديو هاي المحاضرة؟ هو راح أنزلها هسه حتى من راح أخلص همين على اليوتيوب وارجع أحول لكم الرابط نفس الموديل. إيه راح تنزل. إيه والله أستاذ راح تنزل. زين بعد عندكم سؤال استفسار شيء؟ واضح الباقي الحاضرين. وإذا أكو أي شيء أي استفسار راسلوني على التليجرام. Alors maintenant, je vous quitte. Au revoir. أتمنى لكم نهار سعيد. مع السلامة. مع السلامة. أهلا وسهلا. شكرا دكتور.